أنا إلهام بنت التاجر حسن، انقط مع الهشكال هذه. تدرين شلون؟ عناد عليك راح تتمين انت هني عندي بالمكتب، قعدي هني وهم خلي يروحون النظارة. يعني عمي الضابط بصراحة يعني بتقعدها هني وبنقوم نوقف، ما أدري إيش السالفة صراحة. أنا أقول يا تقطنا بالنظارة وتجيبها، يا إن صراحة نروح بيوتنا ونشوف بسطاتنا، ترى بسطاتنا بروحها بعد خذ هذا رزقنا ورزق عيالنا، ما يصير كذي. إيه والله شغل شغل عندنا. إيه والله. حضرة الضابط الله يخليك، حضرة الضابط الله يخليك، أخذ حقي منهم، تكفى شوف إيش قاعد يسوون فيني. عفية عفية، أنا أقول إنكم تعدمونهم وأنا تخلوني أروح بيتنا وتسامحوني، بليز حضرة الضابط بليز. يا اللي بليز اللي يحب تقول يا أمين، يا بلنك تقولين حق الضابط يعدمنا، إحنا شو مسوي لك؟ شو مسوي لك إحنا؟ أنت شايفة عباك إحنا الطاوة، إحنا أوادم يا محكة. خلاص خلاص، آخ يا القهر، عيست وأقول لهم نقلوني من هني لكن ماكو فايدة. يا حضرة الشرطي أخذهم أخذهم، سوي لهم تعهد وخلهم يروحون بيوتهم. من الحضرة في حضرة الشرطة؟ أنا عم الشرطة. عمي الضابط، عمي الضابط، إذا أنت انتقلت من هنا إحنا شو نسوي؟ أنت خومتنا الناظرة، إذا انتقلت من هنا نسخة الطلاب يسقطون، وهني ولا ضابط يداني ولا ضابط، إحنا أنت سموح ودود تسامح طيب. لا حضرة الضابط لا، ليش تطلب نقلك الله يهداك؟ إحنا متعودين عليك، إيه وما نقدر نستغني عنك. عشرة عشرة بيني وبين بعض، وإذا كان على صيغة التعهد أنا حافظتها. قوموا قوموا قوموا، خلينا نروح توقعون. يا رب يا رب عيد منكم، حطوا لنا شنقه مني بركبتكم على الكوكب. يا شرطي يلا امشي، ما عليك لك الكرامه. ايش الحشيمه؟ يا خالتنا يا العزيزه سامحينا. مسامحتنا سامحتنا. ايه يا شرطي اخذ جنطتها اخذ جنطتها. يلا مسامحتنا 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 مسامحتنا. ويوي طايرة طيري بطيري، طايرة طيري بطيري، طيري على مسكة العودة عند الدخاتر والطبيبي. ايه غاني بلادي غاوية، نعم الحمد لله رب العالمين. يا ربي متى ينباع عند القطع؟ والله انت رزق من وراه غاوية ذي. والله حالك يفتر، لا شغل ولا مشغلة، يرقم بالعالم ويمشي. ما خلوا لنا شيء بالسوق ذي، ما خلوا. يا كيف الحال؟ ما أعرف إيش. كيف الحال يا مغترب؟ يا طيار فوق السحوب، هل أنت على ما يجب؟ كيف الحال يا مغترب؟ مو هناك. شلونك أم عيسى؟ بخير الحمد لله. منو اللي مو هناك؟ أنت. ايه مو هناك. مو باغي، خلص خلص يلا، انا ابيع تبي تشتري؟ ابي اللي يحركون السوق، اللي مسوين بورصه بالسوق. السوق ما واقف الحمد لله. لا هم محركين السوق، سعاد وهيو وينهم؟ وانت شاكو؟ انا شاكو؟ انا من كبار التجار. اي نعم انا لازم اعرف الازعاج اللي بالسوق. وي وي شفتي شلون؟ ايه شفتي شلون؟ كلهم ترى اللي بالسوق كذي، بس انا ما اعطيهم وي اي الا واحده، الا حومتي. كبار التجار قلت لي؟ نعم. اقول لك لا يغرك محلك، وانك من كبار التجار، اللي نعرف محلك ما تبيع غير قواتي ونعل زنوبه ودلاغات متشرخه. ايه لا يغرك، ترى توها واحده والهوامير ضاربينها ضرب مطقوقه قبل شوي. واحد قصدك لهومتي؟ اي نعم لهومتك، دقوها دق لين كسروا لها عظامها هناك بالسكه، سعوده وهيو عاد واحده جون سينا واحده جراندايزر، ما قصروا فيها، وتلاقيهم الحين هناك متقابلين يسلمن على بعض ورا الزنزانه. شفتي انت اللي دقوها دق؟ نعم. لا دقهم دق، انا ما حد يدوس على عصعصي. نعم. هدور عصص لهومتي، انا تفهم تنتف. الله يا كبيره، بنات التاجر حجي حسن دشون مخافر؟ شفتي
شفت اختك قرادت حب اختك اخر عمري ادش مخفر، ويريت ادش المخفر بتهمه سياسيه تشيحط فيها شويه انفشريشي وتفاخر فيها. لا، دش المخفر بطقوقي على راسي بني من بنات البسته. بنات البسته؟ اقول قرأتك بس كم مره اقولك بيعي هالمحل، انا ما ادري ليش انت متمسكه فيه. روحي زين، أنا أبيع محل أبوي لحبيبتي، هذا تراث العائلة، هذا أنتيك العائلة. هذا تراث العائلة، هذا أنتيك العائلة. ما تفكينا بس من هالسالفة؟ يا أنا حالي حالك، أبوي ورثني بعد محل، ثالث يوم العزاء بعته. لأنك غبية، ثولة، تمشين مسبهة مثل ورا ريلك مثل البقرة صاحبك من. خليني ساكتة بس، وحدة عندها نفس شهادتك جغرافية، أتعلقها على الطوفة؟ إلا أشتغل فيها، أأثر في المجتمع. عجبتني أثري بالمجتمع، بس أنا شايفة إن المجتمع وايد مأثر على راسك. حبيبتي هذه ضريبة التحدي. حبيبتي هو من ناحية ضريبة التحدي؟ ضريبة التحدي صح. انت شنو لك 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 لك؟ انت كل ما تحكيت علقت، ايش تبين؟ تحكي عدل انت اول، بعدين خليني انا لك 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 اسكت. يلي 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 اي راسي، تكف واحد يحاكيك. بس اقول لك الصدق، ترى وايد لاقي عليك اللفة. يعني بيت ماكو ها؟ وكذي؟ يعني بنظل طول عمرنا تحت رحمة اختك سعاده؟ رحمة سعاد؟ ولا بالشوارع تهيتين دورين شغق ها؟ انا عندي سؤال قرقع بقلبي من زمان صراحة. سلامة قلبك امي، ايش فيك؟ بيتنا الاول وينه؟ ايه بيتنا. تبي تعرف وين راح بيتنا حبيبي؟ انا اقول لك يما، انت ما دريت؟ او ما دريت؟ ابوك ما شاء الله عليه كان بيصير تاجر. ايه باع البيت ودش البورصه، مثل هالخبول اللي يبيعون بيوتهم ويحطون فلوسهم بالبورصه عشان يضربون فيها، ما يدرون ان البيت اهم من البيزات. انت ليش معلوماتك غلط بغلط ها؟ في فرق ترى بين الاكتتاب وبين المضاربة. يبا انت لا فلحت لا بالاكتتاب ولا بالمضاربة، وخليتنا تحت رحمة عمتي. شش يخرب بيتك، لا تسمعك الحين تضرب راسك بالطوفة. اقول ترى توها طالع من المخفر. ابشرك اليوم داش المخفر مرتين. لا وزيدش من الشعر بيت بعد، راح تدش المخفر اكثر من البيت. ما شفتوها قبل شوي بالشارع طقت اربعه، ولا راح البرد هذا كسر خاطري، طقت مني على الوجه برد بذهب وقتشته برد ملون. لا تقول لي اربعه، سته، عشره، مليون. ما خاف من شيء، انا ما خاف، انت ابوي وانا اللي باخذ حقك، هذا بيت يدي وانت لك حق فيه مثل ما هي لها حق فيه. يعني هي برا واحنا داخل، اوكي ولا مو اوكي؟ سمعتوني ولا ما سمعت؟ انت يا ابو اوكي، انت برا وهي داخل، سمعتوني ولا لا؟ عمتك هاي 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 هاي. اي حق انك تحكي عني ها؟ اي حق؟ حق بعينك انت وياهم يلي ما تستحي على وجهك. ابوي يوم انا اورث من البيت حالي حاله، ابوك يبيع، انا شريت نصيبه، خذ فلوسه وفنتسه وضيعها حبيبي، وعقب انا حنت عليه ويبته سكنت عندي تلايت بالشوارع، لو ما يبته كان انت وامك راح تضرون. فهمت؟ عمتي يعني قاعد خشمر وياك، يعني ما تشدين خشمره، ايش تقول؟ وانا خشمرتي طايق، انت شتها؟ لا ما شتها، وين شتها؟ يلا يبا عيل انجلع، فارج انت وامك. يلا مره وعندي شنك راس. حاضر اخيتي، انا بمشي. ايش تبي؟ خليني بروحي. زين يلا. سعادو تعوذ من ابليس، ترى الشيطان ما مات. شوف يا ابو احمد، العرض اللي اعطيتك اياه ما حتحسب السوق، لو تدور كل مكان ما تلقى غيري انا اللي اعطيك العرض اللي تبيه انت. ايش دعوه يا ابو خلاف؟ ترى انا هم اخيك وعلي التزامات وعلي ديون، خل بالك علي، زيدني شوي. والله هذا اللي عندي. ايش قلت؟ نقول مبروك ولا ترى ها؟ لا يبا صراحه سعرك بعيد، اسمح لي. ماشي توكل على الله، بس ها شوف ثق، ترى ما حد راح يشتري غيري، لو تدور بالسوق كله ما حتشوف غيري انا اللي يعطيك السعر اللي تبيه. بخلاف مو كذا قلت تهددني بصراحه. اي انت ريال عليك ديون وتلعب قمار،
يلعب قمار ما يبي شيء جديد من عندك وتشرب بعد تتن وانت ايش قاعد تشرب قاعد تشرب سحلب قاعد تشرب تتن كيفي انا كيفي وبعدين انا ريال بشتري اللي عندك والله بعت انا قلت لك وبس شوف يا الحبيب انا ترى انا لوجه الله انا حبيتك كان صح عشان كي اعطيتك السعر لو تروح كل مكان ما تلقى السعر اللي عندي بس ها مو بعدين انت ترديت تقول لي تعال بيعني اعطيك نص السعر وهم انت راح تبيع انت ما ينتني لو وعدت شبدي تبي طويله تبي شقره اللي عندك ايش فيها سحور قزمه ومتينه توفر عليك ماي شنو حسبي الله على ابليسك ان شاء الله شوف زواج ما مزوجتك هذا التلو حلو لا كامل كان سويت ويه كان كل جيراننا حسنه زارع شعره ومركب عدسات ومسوي خشمه تجميل وشافط بطنه يلا ما مزوجتك ادلف طيعه انا يوم اقول لك انت بتبين المشاكل اللي هني مالت امك حقي انا بس عاده يبا اشفيك علي والله قاعد تكفن فيني بروح لفيني مكفيني من مخفرنا مخفر قلعتك هذه امك كل يومين يدزون علي المخفر اطلعها بكفاله ليش لانها متهاوشه ويا ربح بالتالي خليتها تولي تقعد يومين ثلاثه بالمخفر كيفها علشان كذي خليتني بالمخفر اصير تشريبه واتنقع هناك انا ويا ربعي ما طلعتني وكفلتني لو انت ابوي كان سويتك هريسه عصيده بس انت ابوي ما اقدر اسوي لك شيء انا قايل لك يا تاجرينها يا تبيعين هالبسطه يبا تقول كذي ما اقدر اسوي كذي هذه تاريخ هذه فيها امجاد الوالده وانا لازم يا يبا اعيد امجاد امي تاريخها ما أقدر كلش الحين أمك مسوي 20 دور وما كملتها ماتت ما كملت أنت اللي بتكملينه مالت عليك وعلى أمك أحلى تاريخ يعني يا خيّة ما قاعد أسمع شيء يا خيّة بطلع على التصنّت تكفين أبوس إيدش بطلع على التصنّت مو كونان أنتي وقفت لي قاعد تسمعين لا والله اسكت انطم اسكت انا بعرف شغله واحده عمتك هذه السوسه عمرها ما اجتمعت ويا ابوك ايش معنى هالمره اكيد بتسوي لي مصيبه وانا لازم اعرف اوكي واذا سويت لك مصيبه شنو بتسوين يعني بترد تسوي لي براسه وتطقك وبتكوفنش وبقعد اضحك عليك ومره بنطق وياك اي خوف الله علي وعلى حظي لو عندي ريال يا بتا بطني يدافع عن امه لما يشوفها تنطق وتتكوفن كان شيء ثاني انت قاعد تشيشيني على عمتي اي طبعا اشيشك عليه عندك مانع قص بصل انت اللي قص بصل ها سعاد مصدش انت هذا اللي باقي بعد السوقين وانيت ايش فيها ليش اول واحده سوق وانيت اي والله اول مره أنا الحريم اللي أعرفهم يخدمون تراي عشان يسوقون سيارة دربة مو وانيت شنو صبي انت؟ مو أبي أسوق وانيت علشان أحمل الأغراض يا الخبل إيش فيك أنت ما تفهم وبالمرة أمر على الربع أشيلهم معاي هيونة وفخرية بعد حفي عليك الموضوع في ربع لا والله أكدت الحجز إنك ريال إي خوي مو علشان أقول شنو قاعد تطنز علي؟ لا حش اخيتي انا ما اطنز اذا بغيتي هافلوري من عيوني هذه قبل هافي وبصير لك اقدع سمسار وبجيب لك مدرب ويدربك وبشوف لك هافلوري مستعمل عشان تسوقينه وما شاء الله عليك راح يكتبون بالجرايد وتويتر اول امراه خليجيه السوق وانيت سعاد سعود ما شاء الله اسمك مميز ايه تسنع كذي تحت شعدين حسبي الله على ابليسك وبعدين نشوف شنو يكلفك وقول لي لو سمحت فهمت والله فهمك أكثر فهمت آي راسي يوم عورني راسي يعورك راسي ها؟ ايه عورني راسي انزين أختي حبيبتي خلاص أنا بمشي أوكي؟ لا قدي راسي عورني قدي لا تخليني عافية راسي عورني لا حبيبتي أنا بروح أسوي حق عبودي جلسة زيوت عطرية وبحط له شموع وبحط له ورد خلي يرش مثل نص خلاص لا يحط ما دريتي شرالي سلسلة جديدة كفوج
بالله ما تقولي لي انا اذا زعل مني ريلي منو بيفيدني؟ انت ولا دراتك المطرزه اللي من البسته؟ يا راسي لا تذكريني بالبسته. اقول دراعه هذه تعيبين عليها دراعه محل ابوك تراث ابوك. ويعز جيهان عندنا قوه. جيهان هلا. شلونك؟ هلا ابو احمد. شلونك؟ هلا بولد عمي. الحمد لله على سلامة زوجتك حبيبتك انطقت في الباستا. الله يسلمك. عبد الله شلونه؟ عبد الله زين الحمد لله. كاني رايحت للحين. اقول طصي طصي بيتك يلا دفي. وين بتروحين؟ تعالي قاعده تعشى ويانا. خلي 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 روحي دفي 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 روحي حق بعلك. روحي 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 طصي طصي روحي. تدري انا ما اقدر اتاخر عن عبد الله يزعل حياتي ما يقدر ياكل من غيري. اقول طصي يلا دفي بابك 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 روحي روحي قريلك يلا باي باي باتين روحي. وانت طبعا عشا ما في مو كذي؟ اي قلعتك مو قلنا لك بيعي المحل بيعي فكينا من هاللغوه. ما انت راضيه؟ نو واي هذا تراث ابوي. تراث ابوك؟ وش دعوه على تراث لويس السادس عشر ولا تراث غامدي؟ تراث ابوي. شهره انت راح تشفعي على اسباب الطبخ؟ خلصي يلا عمك ينطر العشاء يا يما يلا بسرعه. اوف زين شوية خلص. ما شفتي انا سوي طباع؟ وابوي ايش لا قلتك بكفى الحين اللي ما تستحين على وجهك. انت عم فين وي يلا خلصي بسرعه. يوم شاق حقيقه. يوم متزايل. يوم شاق. ما تحترم ابوك انت؟ شو الجيل الفاشل؟ محشوم اقول لك. معليش انا عارف اني ربحتش ان ما ضربتش وقلعتش عينش وسلمتم في ايدينش ما اكون انا فخريه. نعم منو بتطقينه بكل عيون حطون بيدينا؟ منو منو الخدامه شيرنا هلكتني التأفف بوجهك. انا هي اللي مستويه المدام وانا الخدامه في البيت كنا هي سيده المكان. مسكينه تشتغل ليل ونهار تكرف من الصبح. انا اشوفها من 6 الصبح تقوم ما تناولها ثنتين بالليل تغسل وتصوبن والحوش والسياره. حيصير ما يصير. صاد صاد جمه ترى يا ابوي ترى كلامه صح. مسكينه الخدامه مسكينه تتعب كل شيء على راسها. اي حرام والله اذا اشتغلت ما ببلاش. اخرف لها من كيسي من جيبي من عرق جبيني. هي نعم لكن اخبركم انا هذه الخدامه ما ابغاها ما باها غيروها بدلوها. شنو ما باها ما باها غيرها؟ اثاثه شنو كل يوم خدامه 800 دينار مو شويه؟ لا ما راح ابدلها ولا شو اسمه اي بغيرها خلاص عاد. يما ترى صح كلام ابوي. يما الله هداك يا حبيبتي. ما يصير ابوي كل شهر يجيب خدامه يودي خدامه في من شرق اوروبا تبي خدم؟ شنو بتجيب محترف انت؟ ما تنطم وتسكت ويا ويك؟ انت ايش فيك كل ما يجيب طاري الخدامه تزعل وتتضايق؟ انا خشمي وتشذبني ها؟ انا شامه ريحه خيانه. انت راش عطر خيانه؟ اكو شيء اسمه عطر خيانه؟ انطم! اتهميني بعد؟ اتهميني؟ لا اتهميني، قولي لي انا متزوج خدامه، هالي ناقص بعد. اي والله. ايه قولي انت خلاص جوز مال انا. وابوي متزوج علي؟ لا لا مو كذي الموضوع. شنو متزوج انا؟ ايه هو جوز انا في مكتب وصوت جوز صديق انا ماري فيري روز نفس مكتب انا. الله يبا يخرب بيتك متزوج كل الصابون اللي في المكتب فيري وروزو. ما تنطمن يا ساكر رب الفلق. ما اخذ كل الخدامات اللي اشتغلوا عندي ابن 10 سنين في البيت لكن ما علي انت واجدتي بعدين معينه يا بنت الحلال. فهمي خليني اتكلم لا توديني. يبا انت مو تقول تبي الخدامه اروح حق المكتب. تيجي يقولوا المكتب يقول تبي خدامه على السريع خلال 3 ايام اني بالك بس بشرط تتزوجها. تبي خدامه تصير بالبيت لا تطول 7 شهور 8 شهور فانا اتزوجهم عشان اساعدك شو يشتغلون عندك ارخص بعد. هلا طلع هلا 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 قلت لي على ابوك. لا لا معود انا ماليش غلاف انت ولا يعني اعطي قسمي اعطيه زائد وناقص تفضل خوز عني. لا بارك لحظه لحظه يا جماعه لا بلا قسمه بلا يا ذاك رب الفلق. انا تتزوج علي مو شايف اني مو قاصرني خبرني. لا بارك الله فيك لكن ما منك ابليس تهنك. لو اني صغيره لو اني في شبابي كان طلبت الطلاق لكن حرام عليك وانا في السنه قاعد مطلقه. لكن تدري شلون؟ من اليوم ورايح ما ابي خدامه تواطوط عندي في البيت. تدري شنو ابي؟ ابيك تجيب لي سواق من البرازيل. تبينا دفاع ولا هجوم؟ دفاع هجوم خارس مربى اللي يكون.
ما عمر ابو مدفعين. يا الله يا النار، من يطفي النار اللي في قلبي؟ شاحنة لا حول ولا قوة. فيوز القلب محروقة. يا معودة لا تكون على المطاف يقولون في بصة شابة حريقة. ليش انتي؟ ايش سويت؟ ديرم ديرم. كل هذا ديرم الله يهديك. كل واحد على حسب براطم حجة لو سمحتي. حسبي الله على ابليسك ما تشوفين الحرمة، حسبي الله على ابليسك يا بروك اللي سويت فيه كذي. يا اختي انا اتعجب من بعض هالريايل، من يشوفون وحده مشخطه وضعيفه مرت قالها بزوجك واحنا ايش فينا؟ حبيبتي احنا ما فينا شيء، مو ناقصنا شيء، كنا البخت. عاد لو يا ليت ما اخذنا وحده سنعه، ما اخذنا وحده عيونها كذي شاي. انا اللي قاهرني انها قبيحه، ما من زوج شكلها ولا حلاوته. هلا ابوي هلا. ما خاويه، انا اللي قاهرني اني انا اللي ادفع لهم التذاكر واصرف عليهم. مالت علي اصرف على شريكاتي وانا ما عندي خبر. ولا تبكين ولا تضايقين. كيف ما ابكي واتضايق وانا احرف لهم من ذا القفير؟ انت شوفي بس هالمزاي. هلا ابوي هلا والله. تعال راح اشوف فؤادي. فردي لي فؤادي واسيني. انت تطلقي تطلقي وبتشوفين فؤادي شو وصل لك. عندك خليني اترزق الله خليني ازوجها. يا على فؤادك ان شاء الله. شو اقول؟ حسبي الله على بيسك انا مقعده. ليش ما تزوجيني يا طيحه الحظ؟ والله سوي حق وجهك تكميم اللي هالطولة بعدين ازوجك. سمعني نقولها تحاتي شوب هني. يا ريت اللي ماخذنا حلوه. شيفه اقولكم شيفه ما شايفينها عيونها شخط حتى ديرما اطول منها. صدقيني ما هي شيفه احلى منك. انت طاعي وجهك. مو احلى مني انا ليل ونهار بالمكياج. انا واصحى واغبش على لان مكياج وبعد ما عاقب انه شيء. من طقت شبده ابوي فيس يقوم نفس الفيس. انت معي ولا معاه؟ هو اهلك تيلي حياتي. انا اقول ليش تولعين راسك وياها؟ فكينا زين. حسبي الله على ابليسك. حبيبتي ما راح رايش ادور عليك حرمة الا في شيء. ايه ما في شيء؟ ايه ما في ابليس دهنه. ايه انا اسمع ان ابليس يسوي لك مساج يوم انك تزوجت عليها. ويحق البال ويحق البال. تعالي غني غني. يلا الحين شدي. لا طفي النار. غني الاغنية بواحدة. وضاعت السبعينات هي اللي ماشي هالايام مودير. الحين الناس قامت رجعت له. انت بعد لو تسمع الطرب السبعين لما قنت انت يا زهور حسين. انت الطبيب يا الله انت الحبيب الله. تعال تعال يا ولد انت الوصى للابد. انت حال الطرب. عفو عليك ما تشتري جوتي بالسبعينات. وانا جاي اشتري جوتي ولا اغنيه؟ لا ما ابي. تعال يا معود زعل هذا راح خليه يزعل. انت الطبيب والله انت الحبيب يا الله. يا فؤادي لا تسل اين الهوى. كان صرحا من خيال فهوى. بروك اقول بس عاد ذبحتيني بهالريحه كنا في المعبد مال البوذا. ايش فيك انت؟ اي والله قاعد ابخر عن العين قاريه عليه انا. اي عين وهذه تبكي جايبك من الفقر. بخري ترى مقري مقري عليك. بخري بخري. يا طشه مشكوره حبيبتي. تغطي تغطي ريايل انهم حسافه. بس حساب هذا مسمينه سوق الحريم. المفروض يسمونه سوق الحمير. حمار بعربانه وحمار كديش وحمار خكري. وايه ادخل عني خكريه؟ اهلك لك حياتك وطير لك الزعانف. هاي ربنا امس مسوي لكم بلوه واليوم قاعده تبكين سحنه. امس بالمخفر تعيب علينا يا حمار الكديش انت. عويد الله من شرك. روح انجلع اقعد هناك بمحلك مال الجواسي. لا تشوف شيء مثل الهابو. لا تيري في جواتي تركض وراك. نعم 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 نعم. لحظة ايش فيها الهامو؟ لو سمحتي انت وياها وياها. اسمي ما ينطرى على لسانكم. سامعين؟ يلا اقول ما تروحين الكافيه مالك تجيبي لنا اثنين قهوه على الماشي. تترك سوف تترك حالي انا. لا هذه موكا موكا. يلا سمعوني انتو. كنا سمير ما لها قيمه عندكم بالسوق. راح زين. يلا يلا سوفاش صفقوك ان شاء الله. اي شنو ذي؟ طقني طقت لحومتي. وليه فديتها الصوت هذا؟ اوه انت الحين مو باجي الا انت تكمل.
اقول ترى الحكي هذا مو من قلبك، انا ادري انت خاشتني بالقلب. لهومتي حريم السوق كلهم ودهم يدشون بهالقلب هذا، بس انا لا، الا لهومتي بس حاطه هني مسكنه. اي كفوك هالحريم هذيل ملوت السوق هالاشكال، كفوك. كفو مو من قلبك. اخت احمد؟ نعم. الهام حسن. إيه؟ انا جاي من طرف رايك ابو احمد فيصل. إيه خير ان شاء الله. تفضلي. شنو هذا؟ هذا عقد بيع المحل موثوق بالمحكمه حسب التوكيل اللي اعطيت اياه. محلي انا؟ إيه محلك هذا حقي انا. انباع. انباع من زوجي. إيه حق بو خلف. زوجي. إيه حق بو خلف. بالتوكيل هذا. بالتوكيل هذا. إيه؟ اللي انا مسويته. اللي انت مسويته. ها ايش فيك؟ لحومتي الله يا بابا وسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا. عقب ما سويت سواتك جاي تراضيني بالعشاء؟ ومن قال عشاك؟ عشاي هذا يباش. قالوها عمر العيب من اهل العيب ما يباش عيب. طيب يا عمري انت ماني زعلانه؟ ايش في زعلانه؟ انا من حقي قاعد اسوي كل هذا، من حقي قولي من حقي، مو عشانك قاعد اضحي علشانك يا بعد قلبي. قص علي قص علي، تفتكرني مدمغه ما افهم؟ بالعكس ما شاء الله عليك تفهمين ها؟ ضبطينا. بس يا عمري مكاتب الخدم صاروا ما شلون اسعارهم غاليه، كل خدامه على 800 وعلى 1000 ومعاشاتهم على 100 120، فحرام يعني ادفع المبالغ، قلت اتزوجهم احسن. يا بروك تقدر تاخذ عشاك وتفارق من هني؟ اقول انا راح افارق من هني ما يخالف، بس احب اقول لك ان خدامتنا انحاشت وراحت السفاره، انا ما اقدر اروح يبها السفارة، فقلت يعني ايش رايك اني بخدامه ثانيه، ومن اي دوله تحبين اجيب لك هالمره؟ ايش رايك اني انا احجر عليك في البيت وفي الغرفه وفي الطالع والداخل، انا اقول لك ما اقول لك هاي، اقول لك كله باي وباي حدقه. باي حدقه بعد يقول لك هالايام خدامات من اذربيجان ماكو يشتغلون. بتذبحني انت، بتذبحني تبي تذبحني تبي تجيب مره فوقي انت، ايش فيك عيونك على الحريم بس؟ خلاص من اثيوبيا.